قال إنا أحللنا لك أزواجك، مع أنه زوجات النبي كما قال لازم تدفع لنا المهر، هذا المهر تكريما. بأوروبا يفسر المهر أن الرجال اشترى المرض شري، أي صارت إيش عبد. هذا جهل بالإسلام وتشويه للإسلام ودجل على الإسلام. كمان الشيخ ما بيعرف أن الإسلام هيك تصوب له السهام حتى يعرف يرد الأشياء إلى نصابه، ما بيعرف، ما الدارس. قال آتيت أجورهن، هي إلى هي أجرت حبلك أولادك وحامك وبتراجعين وبتتقايئين وبتمرضي وما عاد بتاكلي ودرجة القوة تبعك تنزل أكثر من 60-70%، هاي كمان أجرة المهر متقدما. وكمان إيش؟ وإذا طلقها كما بده يدفع إيش؟ بده يدفع جزاء نقدي. وما ملكت يمينك، كمان أبحنا لك ملك اليمين. ملك اليمين كان الحرم، كان إذا النساء أسرت كان أي يصير بالنسبة للآسر تصير ملكه. ففي كل دول العالم في ذلك العهد، فالإسلام قابل الأعداء بالمثل، أنه إذا بتأخذوا نسانا تستبيعهم نحن نأخذ نسائكم. لكن الإسلام أخذ المرأة وجعلها مملوكة، لكن دخلها في المدرسة، التعليم إجباري في الإسلام. شو دليل التعليم إجباري؟ الإيمان ما مطلوب. شو الإيمان يا ابني؟ الإيمان علم وتعليم، الإيمان تربية وتزكية وأخلاق وتقويم. الإسلام حكمة وإيقاظ للعقل وللفكر وللعقلانية. فمعنى مؤمنة ومعنى آمنت معناه تعلمت وتثقفت وتخلقت وصارت في المستوى العقلي إلى مرتبة حكيمة. الحكيم هو الذي لا يخطئ له رأي ولا يفشل له عمل. فملك اليمين ملك ما للإهانة، كان ملك تعليم، ملك تهذيب، ملك رقي، ملك حكمة. أما هنيك ملك إذلال، ملك احتقار، ملك امتهان. أما إذا المسلمين أساءوا التصرف، إذا كانت سيارة كذلة أعطيناها لطنبرجي وقام رأسا ضربها بالحيط أو بالعضاضة ودعسه 5 زلم من سب السيارة، السيارة زنبها لما زنبها الطنبرجي، هذا بده شغلة بغال، شغلة دواليب حديد. كذلك الآن يا ابني الإسلام مع الأسف المسلمين شوهوا الإسلام، مثل ما الطنبرجي شوه السيارة